الحمام الزاجل أحد أنواع الحمام الذي كان يستخدم لنقل الرسائل فيما مضى، ويتميز هذا الحمام بعودته دوماً إلى موطنه، وبالتالي كان الحمام يحمل الرسائل من بلد إلى آخر، ويربط في قدمه رسالة يحملها دائماً إلى موطنه، وهو حمام من أصول إفريقية وخصوصاً من السودان وليبيا والجزائر. ويعد الحمام الزاجل سيد الحمام في الدنيا بدون منازع، لما لديه من غريزة حب لوطنه والعودة إليه مهما بعدت المسافات الشاسعة التي يقطعها في إيصال الرسائل، وما يؤديه من خدمات جليلة في تاريخ الحروب ونقل أخبارها إلى الدول والقرى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الجرس كي يصلك الجديد. إلى اللقاء.